السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار كتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي بالنسبة للمستوى الخامس، اليوم وصلنا للحصة 7 من هذه الوحدة الخامسة اللي كتخص حركة الأجسام. بالنسبة للحصة 6 هي خاصة بالمشروع وهو إنجاز محطة كهربائية بسيطة. اليوم غادي نديرو الحصة 7 حركة جسم ضمن الوحدة الخامسة حركة الأجسام موفمون ديكور. الهدفان من هذا الدرس وهو قدرة على التمييز بين الحركة والسكون، وكذلك بيان أن حالة الحركة أو السكون لجسم ترتبط بوجود قوى مؤثرة، c'est-à-dire montrer que l'état de mouvement ou de repos d'un corps est lié à la présence de force. اذا كنرحب مجددا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناه ديالي، ادعوه للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلهم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. بالنسبه للمتتبعين الاوفياء دائما معايا، دائما مساندين القناه، وبوجودهم القناه زايده القدام، وان شاء الله باذن الله غادي نوصلوا اكبر عدد من المتتبعين وكذلك اكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات. اذا هذا الفيديو ليكم، مرحبا بكم. إذن كما دائما كنبداو بالصورة ديال الانطلاق وكذلك بالملاحظة أو بالوضعية الموجودة في ألاحظ. إذا الصورة كتبين لي تبعد حافلة نقل التلاميذ عن الطفل الواقف، إذا هذا الطفل واقف والحافلة متحركة بالنسبة له. إذا نقرأ الوضعية الموجودة في ركن ألاحظ. بينما كان خالد واقفا على الرصيف بجانب الطريق أمام بناية، مرت حافلة نقل التلاميذ فدفعه فضوله إلى مقارنة موضع البناية وموضع الحافلة بالنسبة له. من هنا بدأ يطرح عدة تساؤلات. إذا هاد خالد كان واقف، ما كتشوفوا هنايا، كان واقف قدام واحد البناية وداز قدامه واحد الحافلة ديال نقل التلاميذ اللي هو ترونسبور سكولير، فدفعه فضوله إلى مقارنة موضع البناية وموضع الحافلة بالنسبة له. فبقى كيقارن، كيشوف الموضع ديال الحافلة بالنسبة له، واش هي في حالة حركة بالنسبة له ولا في حالة سكون، وكذلك الموضوع ديال البناية كذلك. إذا في نظركم شنو هو السؤال ديال التقصي اللي يمكننا نقترحوه كسؤال لهذه الوضعية؟ إذا سؤال تقصي، إذا نكتبو سؤال التقصي بمعايا، دونك هنا الفرضيات، دونك سؤال تقصي والفرضيات. إذا سؤال تقصي، كيف يمكن التمييز، كيفاش يمكننا نميزو بين جسمين في حالة حركة وجسم في حالة سكون، صحيح؟ إذا كيفاش غنميزو؟ داكوغ، كيفاش نميزو؟ فرضيات، أفترض أن الجسم يكون في حالة، ممكن يكون في حالة حركة إذا غير مكانه. إلا غير المكان ديالو كيكون في حالة حركة، داكوغ، بالنسبة لجسم يسمى ماذا؟ جسما مرجعيا. مثلا أنايا بغيت نعرف وهاد الحاجة هادي واش في حالة حركة بالنسبة لهاد البوطو مثلا هاد، داكوغ. إذا فين هو الجسم المرجعي؟ هو هاد البوطو، والجسم اللي فيه حالة حركة ولا سكون هو هاد. مزيان، الافتراض الثاني، إذا أفترض أن جسم في حالة سكون إذا كان في حالة حركة كيغير المكان ديالو بالنسبة لذاك الجسم المرجعي، وإذا كان في حالة سكون لا يغير مكانه بالنسبة للجسم المرجعي، صافي، للجسم المرجعي. سابين، دونك هذا هما سؤال تقصي والفرضيات. باش نشوفوا هذه الفرضيات واش صحيحه ولا خطأ، غادي نديروا لي زاكتيفيتي اللي كاينين في اتحقق، انشطه موجوده في اتحقق. مزيان، انتبهوا معايا. اذا اتحقق، تعبر الصور الثلاثه التاليه عن مراحل مرور حافله امام طفلين واقفين جنبا الى جنب على الرصيف. اذا عندي ثلاثه ديال التصاور كيبينوا الحافله كدوز اثناء مرور الحافله قدام هاد علي ورضا، جوج ديال الاطفال واقفين
جنبا إلى جنب في الرصيف. ينتقل القابض داخل الحافلة ليستخلص ثمن الرحلة من الركاب الجالسين على المقاعد. إذا هذا القابض، شنو القابض؟ هو داك، ماشي الكريسون، هو داك السيد اللي كيكون كيجمع الفلوس، يعني كيتخلص من الناس. هذاك كينتقل، كيتحرك داخل الحافلة، صافي كيتحرك داخل الحافلة. ولاحظوا الصور واملأ الجدول بالكلمه المناسبه ساكن ومتحرك. اذا هذا الجدول هذا غادي نعمرو انطلاقا من هذه الصور، هذا غادي نعمرو انطلاقا من هذه الصور، يعني باش غنعمر اما بساكن ولا متحرك. مزيان. اذا علي الشخص بالنسبه للمرجع، علي مع علي، علي بالنسبه لرضا، علي بالنسبه لرضا، واش هو في حاله سكون ولا في حاله تحرك؟ اذا ساكن، نكتبوا ساكن، صافي ساكن. علي بالنسبه للقابض، علي بالنسبه للقابض متحرك، صافي. وعلي بالنسبه للسائق، علي بالنسبه للسائق متحرك كذلك. وعلي بالنسبه للراكب متحرك، كيبان له بانه متحرك. دابا الان الرضا بالنسبه لعلي، رضا بالنسبه لعلي ساكن، ورضا بالنسبه للقابض وكذلك بالنسبه للسائق وبالنسبه للراكب متحرك، متحرك، متحرك ومتحرك. دابا القابض، دابا غنشوفوا داك السيد اللي كيتخلص. القابض بالنسبه لعلي متحرك، والقابض بالنسبه لرضا متحرك. دابا القابض بالنسبه للسائق والراكب، دابا القابض بالنسبه للسائق والراكب متحرك، متحرك، صافي كيبان له متحرك. دابا الان السائق مع علي ورضا، السائق مع علي ورضا متحرك، متحرك، وكذلك السائق بالنسبه للقابض راه متحرك، لكن بالنسبه للراكب راه ساكن. دابا انايا مثلا، انا مثلا واحد من الركاب وكنشوف السائق، يعني بالنسبه لي للسائق راه واقف، يعني ماشي كيتحرك. انا الراكب بالنسبه لرضا متحرك، الراكب بالنسبه لرضا وعلي متحرك، بالنسبه للقابض متحرك، وبالنسبه للسائق ساكن. السائق ملي كيرجع وكيشوف الركاب كيبانوا له ساكنين جالسين، ما كيتحركوش، مفهوم؟ دابا غادي ندوزو ثانيا ملاحظه. الاحظ الصور واعبر عن حاله التفاحه بالنسبه للارض. غنلاحظ هاد الصور، هادو الصور 4 و 5 6 غنلاحظهم وغنعبر على الحاله ديال التفاحه بالنسبه للارض. مزيان. ثم احدد القوى المطبقه عليها في كل حال. غنحدد القوى المطبقه، غنشوفوا بعدا التفاحه بالنسبه للشجره في هذه الحاله هذه. اذا التفاحه في حاله سكون، اذا هذه في حاله سكون. نشوفوا الان التفاحه بالنسبه للشجره في حاله حركه، حالة حركة. الآن بالنسبة لهذه الحالة هذه في حالة سكون، علاش؟ لأن التفاحة دابا نزلت الأرض، يعني راها في حالة سكون، سكون. دابا غنجردوا القوى، القوى المطبقة، مطبقة على هذه التفاحة في كل حالة. شوفوا الآن القوى المطبقة هي تأثير، أولا تأثير الشجرة زائد ماذا؟ زائد تأثير الجاذبية. شكون اللي كيأثر الجاذبية؟ الأرض كتجذب التفاحة إلى الأرض، تأثير الجاذبية، صافي. جوج ديال القوى. نشوفوا الآن في حالة حركة، التفاحة في حالة حركة يعني كأنها كتسقط، عندنا جوج ديال القوى، وزنها زائد الجاذبية كذلك، صافي الوزن ديالها والجاذبية. إذا حيد داك التأثير ديال الشجرة. الآن في المرحلة الثالثة، يعني التفاحة في الأرض كنديروا تأثير سطح الأرض، الأرض تأثير ديالو زائد تأثير الجاذبية، تأثير الجاذبية، صافي. إذا هادو هما القوى المطبقة على التفاحة في كل حالة أو في كل صورة. شوفوا الملخص الآن، استخلاص. يكون جسم في حالة حركة إذا تغير موضعه بالنسبة لجسم مرجعي أو مرجع، هي اللي قلناها في الفرضية، افترضناها حنا. إذا الفرضية ديالنا صحيحة، الجسم إلا كان في حركة، إلا غير المكان ديالو بالنسبة لواحد المرجع، ترتبط حركة وسكون جسم بوجود قوى مؤثرة عليه. إذا الحركة ديال واحد الجسم كتأثر بمجموعة من القوى اللي ممكن تطبق عليه. دونك ان كور اي اون موفمون سيل شانج دو بوزيسيون بار رابور ا ان كور دو ريفيرونس او ريفيرونسييل. لو موفمون اي لو روبو دان كور سون ليي او فورس سيكزيرسون سور لوي. سي بيان. دابا غادي ندوزو لاطبق. جابليك. عندي دو كيسيون، كيسيون اون عربي و كيسيون اون فرونسي. اون فا كومونسي بار لا بروميير كيسيون. جلس امين يشاهد عبر نافذة القطار المتجه الى طنجة، اضع
علامة في أمام الاقتراح الصحيح. أمين في حركة بالنسبة للمقصورة، أمين في حالة أو في حركة بالنسبة للسكة، يخضع أمين لقوة أو لقوتين أو لثلاث قوى. دابا غادي نشوفوا واش أمين في حركة بالنسبة للسكة ولا في حركة بالنسبة للمقصورة. إذا الأمين اش كيشاهد؟ كيشاهد من النافذة ديال القطار، هو داخل القطار صافي، كيشاهد من النافذة ديال القطار، يعني كيشاهد السكة هو دابا داكوغ. واش بالنسبة له هو، واش هو في حالة حركة بالنسبة للسكة أو بالنسبة للمقصور؟ إذا هو في حالة حركة بالنسبة للسكة. يخضع أمين، دونك أمين في هذه الحالة كيخضع لشمن قوة؟ واش قوة واحدة ولا قوتين ولا ثلاث قوى؟ هذا باين راه كيخضع القوتين صافي، تاثير القطار وكذلك الجاذبي. دو ان شوفور بوس سا فواتور، دونك واحد الشيفور كيدفع الطوموبيل ديالو. لا فواتور ايتيل او روبو او او موفمون بارابور او سول، واش الطوموبيل هي في حاله سكون ولا في حاله حركه بالنسبه للارض؟ دونك هي في حاله حركه، او موفمون او موفمون صافي، او موفمون. دونك شنو هما هنايا في هذا السؤال هذا كيقول لنا شنو هما لي فورس، يعني القوى المطبقه عليه، كيل سون لي فورس كي سيكزار سور لا فواتور. دونك اول حاجه التاثير ديال الارض، لاتراكسيون، اتراكسيون دو لا تير داكور، لاتراكسيون دو لا تير. ثانيه هي لا فورس دو سول داكور، والثالثه هي داك البوس ديال الشوفور، الشوفور دونك داك الشيفور ملي كيدفع. ثلاثه ديال القوى كيطبقوا على هاد الطوموبيل صافي. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هاد لا فيديو. كنطلب منكم انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويه مع الاستاذ محمد البخاري باش نزيد ندير معكم مجموعه من الدروس، مجموعه من الفروض، وكذلك الدعم المدرسي بالنسبه للتلاميذ وتلميذات السلك الابتدائي. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.